مساحة اعتصام البصرة، شباب ملثمين اجوا حرقوا الخيام، رموا علينا وشردوا، ما نعرف من ذولي. ترى ذي البركة بعدهم موجودين. شباب شابي وقف، شباب تعالوا تعالوا تعالوا، برباكم من الاقع يا ولي، برباكم خاف لابدين بعدهم. رموا شرد حلق الخيام رمى علينا وشرد ملثمين، وسيارتي طلعت منا عجب ويله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم على المواضيع اللي نختارها في حلقاتنا. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا الجديد على قمر أو على مدار قمر النايلسات هو 10727، والاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، كل هذا على مدار قمر النايلسات. لهالسبب نتمنى من السادة المشاهدين أنه يأخذ الريموت ويدخل الإعدادات الجديدة لقناة الرافدين في أجهزة الاستقبال. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج، أرقام البرنامج ظاهرة عندكم أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم من ذني الأرقام، ذني الأرقام مخصصة للداخل والخارج. إضافة إلى هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم حاليا، هو الرقم المخصص إلى داخل العراق، أي شخص داخل عراقنا الحبيب يقدر يتصل بينا ببرنامجنا. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هو رقم مخصص إلى الواتساب. أعتذر من السادة المشاهدين شديد الاعتذار، فهذا الجهاز ما يسمح لي استقبل من عندكم اي اتصال، فاتمنى ان تكون الرساله مكتوبه متبوعه باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها في الدقائق الاخيره من حلقه اليوم. هموم العراق هوايه، وهموم العراقيين هوايه، وهموم العراقيين زادت وراء 2003. اغلب اللي يعيش الشعب العراقي حاليا هي نتيجة السياسات الخاطئة اللي انتهجتها حكومات ما بعد عام 2003. فلا كان الشعب العراقي يعرف المحاصصة، ولا كان الشعب العراقي يعرف قضية سني وشيعي، ولا كان الشعب العراقي يعرف تنظيمات إرهابية أو فساد أو موظفين فضائيين أو عقود لأدوية فاسدة أو حصة تموينية بها فساد مو طبيعي، ما كان يعرف هاي الأمور. كل هاي الأشياء يعرفها الشعب العراقي نتيجة السياسات الخاطئة اللي تنتهجها حكومات ما بعد عام 2003 إلى يومنا هذا، وآخرهم مصطفى الكاظمي. واحدة من هموم الشعب العراقي هي التغيير الديموغرافي اللي يصير بالمناطق. التغيير الديموغرافي هي إخراج ناس من منطقة وإحلال ناس بمكانهم، وجزء من التغيير الديموغرافي اللي دا يصير هي النازحين، والجزء الآخر اللي دا يصير هو التضييق على الناس، مثل ما دا يصير في الطارمية، مثل ما دا يصير في باقي المناطق، مثل ما صار في جرف الصخر. فهذا التغيير الديموغرافي شنو مآلاته؟ لوين راح يودي؟ وين راح يوصل الشعب العراقي؟ الشعب العراقي بتركيبة نفتخر بها بين الناس كلها وبين العالم كله، أنه الشعب العراقي مكون من فسيفساء. هاي الفسيفساء هي عبارة عن مكوناته، فتلقي به أعراق، وتلقي به طوائف، وتلقي به ديانات، بس ذني كلها كانت متآصرة ومتآخية ومتعايشة. أما بعد عام 2003 يلا شفنا الفروقات ما بين هؤلاء. بعد عام 2003 يلا شفنا أنه رئيس الوزراء لازم يكون من الطائفة الفلانية، والبرلمان من الطائفة الفلانية، والجمهورية من الطائفة الفلانية. بس لحد الآن ما شفنا حكومة اشتغلت لهذا البلد. لحد الآن هم يتعاركون على المنصب، ويتعاركون على الكرسي، ويتعاركون على المخصصات والمميزات والرواتب والمصفحات والحمايات، بس لليوم ما شفنا سياسي من سياسيين العراق يركض ويقول انه اكو ناس عايشه تحت خط الفقر.
لليوم ما شفنا واحد يقول لازم نحل قضية التجاوزات، لليوم ما شفنا واحد يقول لازم نحل قضية الأتاوات اللي ده تصير بالسيطرات، بس نلقاهم يتعاركون لما أكو صفقة وأكو جهة معينة ما استفادت وجهة استفادت، فليش هاي الجهة استفادت وهاي الجهة ما استفادت؟ نلقاهم يتراكضون ويلهثون على منصب وعلى وزارة وعلى كرسي وعلى أمانة عام، الأمانة العامة لإحدى الوزارات أو مدير مكتب إحدى الوزارات والعقود، هاي كلها نلقاهم هم يركضون بيها. ولما نشوفهم هم طالعين في فترة الانتخابات نسمع حكيهم وتقول هذا الشخص جاي حتى يرجع البلد مثل ما كان، ويقول ويحط النقاط على الحروف وحتى يسوي الوضع صحيح، بس لما يصير بالمنصب حال حال الباقين. أبو كوثر من بغداد حياك الله. يحييك يسلم كلامك منكم. هلا بيك أخويا، عليكم السلام والرحمة والإكرام. إحنا ما يصير المحل سياسي أو سياسي يجي حتى لو بالانتخابات لأن هو الدس مال إيران مو عراقي. نعم. حتى لو يجي محتعين ومحتعين حتى عندنا مثل في العراق يقول مثل الكلب عزة كلهم ناسيين. نعم. فكلهم ناسيين، اسودهم وابيضهم واحمرهم كلهم ناسيين. فهذا مستقبل ذات الحقيقه ما هو الانسان ما يقدر لها، ما راح يسوي حل العراقيين. فاحنا اول ما نحكم على الدول العربيه للدخل، وهو لحد الان ما يقدر يخرج او تسري سجينات المستجون، موت من المستجون ولا الرجال، النساء حتى الان جاي تقابل النساء وجاي يحتفلون بالنساء حسب الدول العربيه جاي تستقبل. نعم. فانا نعم، شكرا شكرا لك ابو كوثر. ابو كوثر يعني ذكر قضيه المعتقلين والنساء المعتقلات في السجون العراقيه. القضيه المهمه انه التعذيب، ليش هذا التعذيب اللي دا يصير بالمعتقلات العراقيه؟ ليش المعتقل لا ينعرض على قاضي ولا يعرف تهمته ولا اهله يندلوه وين، بس يتعذب ويوقع على اعترافات كاذبه تحت وطأة التعذيب وينحكم؟ يعني السؤال اللي ينطرح هنا، كل السياسيين من أصغر واحد بيهم إلى أكبر واحد يقبل يقاسي ما يقاسي المعتقل داخل السجون العراقية؟ يقبل يعيش بمخيم مثل ما عايشين النازحين؟ يقبل يعيش بخوفه مثل ما عايشين أهل الطارمية؟ يقبل يعيش حياة المواطن البسيط اللي عايشها بالعاصمة العراقية بغداد وغيرها انه كل شوية مقطوع الكهرباء عليه؟ يقبل يعيش مثل ما عايشين المحافظات العراقية الجنوبية، يفتح المي يشعل الجداحة يشتعل لو المي مسموم؟ يقبل يعيش واحنا بصيف ومعروف صيف العراق شلون، حالة حال اي مواطن عراقي لو عايش بالقصور ومكيفات وأكل أرقى أكل وشرب أرقى شرب ولبس أرقى لبس وما ينتبه للمواطن العراقي؟ أبو خالد من السماء ويانا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبي شارك عن البرنامج هذا مالكم، برنامج حلو خوش برنامج. هلا بيك، هلا بيك أبويا. الله يسلمك ونعم منكم، والله عم قناة شريفة هاي مالكم، تنقل معاناة الشعب، تنقل معاناة العالم، تحتلها شهادة اعتزاز نعتز بها أبو خالد. الله يسلمك ونعم منكم، الله يسلمك ونعم منكم ونعم منكم، الله يسلمك إن شاء الله. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك، الله يسلمكم، الله يسلمكم إن شاء الله. والله الله لا خلصنا من الميليشيات هاي الإيرانية يحفظها. نعم. زين أبو خالد، أنت تقول إذا الله خلصنا من هاي الميليشيات إحنا بخير.
زين الميليشيات منو جابها؟ يعني مو انت اذا تريد تخلص من الميليشيات لازم تخلص من صاحبها، وصاحبها هم الاحزاب. عمي ما تقول لي والله العظيم وبالله الكريم، قلت يقول لك ومثل بالعرب ما ودنا نسولف بالبرنامج. مثل وجعتها مثل وين، لا تقدر تسولف ولا تقدر تحكي. نعم. اي والله. بس عمي الله موجود ان شاء الله، الله موجود ان شاء الله. باذنه تعالى، باذنه تعالى. الله يوفقكم، الله يوفقك. حياك الله، حياك الله. بخصوص التعذيب مشاهدينا الكرام، اليوم هيئة علماء المسلمين نزلت بيان، قالت بالبيان أن القوات الحكومية وأجهزتها الأمنية ما زالت مصرة على نهجها الإجرامي بالتعامل مع المعتقلين في السجون وتعذيبهم وإزهاق أرواحهم بشتى الطرق، ما تسبب بارتفاع عدد الوفيات بالسجون. وأضافت أن إعلان وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم بسجن الناصرية المركزي في ظل ظروف تحيطها الكثير من الشبهات مبينة أن استمرار الوفيات بالسجون الحكومية بهالوتيرة المتصاعدة يوضح حجم المعاناة اللي يعيشها المعتقلون بالسجون، ويكشف عن مدى التعاون الكبير بين السلطات الحكومية والقضائية والأجهزة الأمنية في انتهاك حقوق الإنسان. وجددت الهيئة تأكيدها أن الكثير من وجهاء المجتمع وقيادات الجيش العراقي وضباطه الذين جرى اعتقالهم بتهم كيدية حكموا محاكمات غير عادلة بدوافع مختلفة، فيما لم يعرض الباقون للمحاكمة على الرغم من اعتقالهم منذ بداية الاحتلال وحتى الآن. ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجباتها اتجاه ما يجري في السجون نظراً لما يتعرض له المعتقلون من مخاطر تستهدف حياتهم، وآخرها التفشي الكبير لوباء كورونا داخل السجون. هكذا كان نص بيان أو جزء من بيان هيئة علماء المسلمين فيما يخص المعتقلات العراقية. ويانا اتصال من العاصمة العراقية بغداد، عطوان حياك الله. عطوان تسمعني؟ يبدو أن الانقطاع ويا الأخ عطوان انقطع. أتمنى يا عطوان ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم أستاذي. أولا بالنسبة اللي ذكرت الإخراج والإحلال، هذه يعني مصيبة، يعني تجاوزات على الدستور وجريمة النكراء يا أستاذي، وكذلك يا أستاذي معلنة وغير معلنة للأسف. لكن أنا متضايق ومهتم للأسف اللي هدم بيوت الله المساجد يا أستاذي، هذه تعد جريمة النكراء مخالفة للدستور يا أستاذي والأعراف الدولية. يعني من كان المسؤول؟ هل هو رئيس وزراء سابق أو رئيس برلمان سابق؟ من تقع عليه المسؤولية يا أستاذي؟ مسؤولية عن شنو أخ سعد؟ الذي هدم البيوت أعتقد 100% متعاطي مسكر أو مخدر، وكذلك نشكوه أمام الله والمجتمع وأمام أمير المؤمنين عليا أن يشور به. تحياتي لك يا أستاذ يا محترم. شكرا، شكرا لك أخ سعد من الكويت. يعني صراحة سألته بس يبدو أنه ما سمعني وجاوبني، يعني كنت أتمنى أفهم سؤاله بالضبط، لكن أوجه سؤال لكم إذا سمعتوا مشاهدين الكرام، يريد يعرف من المسؤول عن هذه القضية اللي طرحها الأخ سعد. في خصوص المعتقلات العراقية، واحدة من الكوارث اللي يواجهها المعتقلين أو المعتقلون أنه أحد المعتقلين يشكو في سجن مركز شرطة الزهور الحسينية ببغداد، شكى من تعنت إدارة المركز لأنه مريض ويحتاج إلى عملية جراحية ضرورية للحفاظ على حياته، بس إدارة المركز ترفض تنقله للمستشفى حتى يجري هذه العملية. وأكثر من هذا يقول مرضوا ويعطوني العلاج اللي وصفه الطبيب إلي. يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما أتوقع يرضى على هذا الشيء. المشركين لما المسلمين أسروا بعض المشركين قال لا تأذوهم وطهم الأكل والشرب، والمجروح يداوى، بس معتقل مريض ما ينط العلاج؟ يعني أنت دا تشارك في قتله، أنت دا تقول له موت. فأنا أريد أعرف شنو رأي الحكومة بهذا الشيء. أم عباس من كربلاء حياك الله. أم عباس يا عيني وياك. هلا بيك يمه. يمه بالمطار مسجون عمره 21 سنة
ومن كان عليه وانا رجلي ابيها سكر ومقصصه. نعم. عباس مع ياسين عمره 21 سنه. وانا والدته مقصصه رجلي يا جاد. ايش قد صار له معتقل ام عباس؟ صار له سنه وست اشهر. صار له سنه وست اشهر. شنو تهمته؟ يعني يوم لقوا واحد السيارة عند احبابي ما هذا يسيرون به وقالوا يا هذا واحد عنده سايبه. نعم. اي يا اخي بعد قلبي. نعم وصل. اذا انا قاعد اعشر ابويا بالعربانه. الله يطول بعمرك ان شاء الله يما ويشفيك ويرد لك سالم ان شاء الله ويشوفك. الله يوفقك ووفق جميع الشريف. وصل وصل صوتك. السجن خمس اشهر ما شايفته سجن المطار. نعم. ما شايفته ولا سمعته يمه الله يوفقك. نعم. الله بعد الله تنول الله ولكم لله ولكم لله. وصل وصل صوتك وسمعوك ان شاء الله ام عباس وشكرا شكرا جزيلا لك. يعني هاي واحدة من القضايا اللي دا يعانون منها المعتقلين يوميا. دا تجينا اتصالات تقول انه احنا عندنا ولدنا بالسجون صار لنا اشهر ما شايفهم ما سامعين عنهم اي خبر. فالاستاذ مصطفى الكاظمي بدل ما الميليشيات تروح تحرق خيام المعتصمين بواسط وبالنجف وبالبصرة، فاتمنى انه تنظر الى قضية اكبر وهي حياة الناس، وتنظر الى قضية اكبر انه هي هاي المرة مثلا قلبها محروق على ابنها. ابو فيصل من السعودية حياك الله. ابو قاسم السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. كيف حال السعدات كيف حالك؟ نحمد الله على كل شيء. تحية لك وتحية الغنم تحية الكادرها. وانا نعجي الشعب العراقي بوفاة وزير الدفاع سلطان هاشم رحمه الله. نعم. اخر وزير دفاع وطني ان شاء الله أنا يقف فرج هم. بالنسبة للأستاذ الكاظمي وهي زادت الميليشيات إجرام أكثر من أول، لأنها هي لم تتوقف هذه الجرائم مستمرة. فأتوا بهذا المجرم على أساس أنه يرجع سيادة ويحصر السلاح بيد الدولة، كلها كريم مجرد كذب علشان إصمات الثورة. فهو مجرم نفسه لا يتغير أزود من عبد المهدي بالإجرام وأزود من حيدر، فهم كلهم مجرمين. لا بد من إسقاط هذا النظام، لن يشوف العراق الأمان إلا بزوال هذه الطغمة المجرمة. السراق حرامية قتلة مجرمين جابتهم أمريكا وإيران من شوارع العالم كله. وتحية لك. حياك حياك أبو فيصل. أبو هزبر من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اخي انا يعني عندي ابني عبر من الشرقاط بال 2016 وبعد ان دلوه راح ميليشيات اخذته لحد الان ما نعرف وين راح، يا جهه يا مكان. زين من اخذه يعني ما عرفت الجهه اللي اخذته منه حتى تقدر تروح تسال عليه؟ لا والله ما اعرف يا جهه. وقاعد نشوف صوره بالتلفزيون بقاعه لابس شيرت احمر ازرق. نشوف واحد يعني يشبهه، بلش تقربوا لنا الصوره نشوفه. والله يا ابو هزبر هي المشكله انه صور المعتقلين والمعتقلات السجونيه المعتقلات في السجون العراقيه كثيره جدا، فنتمنى انه يعني اذا طلعت الصوره مره ثانيه انه مثلا تصورها وتدزها للقناه، واذا عرفنا مكانا نبلغك ان شاء الله. احنا المشكله اذا نصورها ما تطلع واضحه، ما تطلع واضحه، تقريبا على الشاشه ما تطلع واضحه. اي والله. وهاي صار يعني 4 سنوات ما نعرف عنه كل شيء. قالوا بسجن شو اسمه صدر القناه، رحنا ما لقينا، رحنا ما خلونا نطب عليه يعني. نعم. اي فهسه المحسوبين دواعش قاعد يندلونهم اهلهم ويلقونهم ويروحوا يزورونهم. نعم. قالوا ما عندهم كل شيء ما حد يندلهم. نعم 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 نعم. اي والله يعني هسه موجودين دواعش ببغداد بغير مكان، كل شهر امه واخته تروح تزوره. ان شاء الله. وهذا الزاير حظهم ما حد يندله. ان شاء الله ان شاء الله. نعم. شكرا 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 لك ابو هزبر. قبل ما اخذ الاتصال الجاي وياي، المشكله انه اللي حكيناها التغيير الديموغرافي وشنو اهدافها وشنو اسبابها.
القوات الحكومية والميليشيات بعدها محاصرة قضاء طارمية شمال العاصمة العراقية بغداد، بوقت حذرت به مصادر مطلعة من مخاطر مخطط نفذ الميليشيات الموادية لإيران لاستهداف القضاء تحت ذريعة فرض الأمن. المصادر نفسها قالت أنه أكو تصريحات أعقبت مقتل العميد الركن علي الخزرجي بهجوم مسلح. كشفت هذه التصريحات وجود خطة مسبقة تقودها الميليشيات للقيام بعملية تطهير طائفي بالطارمية على غرار ما صار بناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل. وأكو أصوات رافضة للدعوات التحريضية على أهالي القضاء، واصفة الدعوات بتهجير السكان من مناطقهم أنه هي استكمالاً لمخططات تنظيم داعش. فحول هاي القضية التغيير الديموغرافي شنو الغاية من عندها؟ أم عبد الله من بغداد ويانا، حياك الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. زينة وإلى كل العراق السلام. حياك وبياك. بعد من السبعينات عندما جاء خميني إلى الحكم لإيران ترى بدأت تحركات وأطماع إيران ضد العراق. يعني الحكومات اللي سبقت صدام حسين ترى كانوا يعرفون انه ايران كانت تتحسس انه مطامعها في العراق. لهذا قاموا بعمليه وضع حزام يعني سني حول بغداد للمحافظه على عروبه العراق او عروبه بغداد. استاذ، داعش لما دخلت في المناطق دخلت في مناطق حساسه في العراق، ليش ما دخلت في المناطق الجنوبيه؟ دخلت مناطق موصل، الانبار، صلاح الدين، دياله. زين، بعد ما انتهى داعش يقال انه قضوا على داعش. هي طبعا داعش هي مؤامره دوليه على العراق للقضاء على السنه، وكان هذا هم امريكا وايران واسرائيل. نعم. استاذ، كان دائما قيس الخزعلي من 2003 كان دائما يصرح انه يقول انه لازم القضاء على الخلايا النائمه. ماذا يقصد بالخلايا النائمه داعش؟ لا، انما يقصد السنه اللي هم اللي موجودين في المناطق، حتى يحول منطقه الطارميه الى شبه منطقه جرف الصخر. استاذ، ليش؟ لانه اول شيء هم سنه، ثانيا عندهم اراضي زراعيه كبيره، احواض اسماك، يعني حتى المحطه الكهرباء هي قريبه من عندهم، كان يغلقون الكهرباء عليهم. حتى ليث الدليني من دخل الى الطارميه قبل فتره طلب انه شغلوا المولدات، بعد ما طلع سدوا المولدات. يعني هي هاي خطه مبيتيها هي الميليشيات، هو القضاء على اهل الطارميه وتحويلها الى منطقه مثل اشبه بمنطقه جرف الصخر. وبعدين استاذ، حزب الله يقول اللي موجودين في جرف الصخر يقول احنا ما نسلم اسلحتنا الا بظهور المهدي. يعني ظهور المهدي ايش قدر حيطلع؟ شو قد يطلع بعد مليون سنه؟ يعني انه يقتلون السنه ويقتلون الشعب العراقي، ايش بدوا بقتل الشيعه؟ انه هو لانه طالبوا بمطالب وطنيه، انا اعتبرها مطالب ترجع سياده العراق. يعني احنا ليش يعني ساكت الشعب العراقي؟ استاذ، المعتقلات ترى مفتوحه خاصه في منطقه جرف الصخر، عندنا معتقل التاجي ومعسكر التاجي، هذا كل ما يلزمون من اهل السنه من اهل الطارميه يدخلوهم بالمعتقلات. القاعده امريكيه موجوده في الطارميه. يعني هذه التصرفات اللي يصرفوها الاحزاب ضد الشعب العراقي، المفروض انه الكاظمي ما يقول انه احنا اهل الطارميه ابنائنا، لا، كل الشعب العراقي هو ابناء العراق وهم امانه في رقبتك. ويقال انه انت الاجراءات اللي اتخذها حاليا، يقال انه الكاظمي يعني بعد ما يستورد مواد غذائيه من ايران ولا يستورد كهرباء، لانه قد تكون اكو شركه، يقال انه ان شاء الله احنا نريد الخير للشعب العراقي. وتحياتي لك. نعم، شكرا لك ام عبد الله. ابو زكريا من كركوك، حياك الله. ابن ياسر. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انت وين العراق؟ يعني هي تقول
الطارميه عندهم مثيال حد يهجم بي عصفور يقتلون قائد فرقه يعني قائد عامل جواهي يقتلونه. الطارميه مثياله ما عندهم مثياله ما عندهم سكينه ما عندهم يوميا توقيعهم يعني شلون هذا يعني شلون يجون يرجعون على 2006 سنة وشيعة والله احنا العراقيين والله احنا العراقيين يا ابي ياسر متجاذبين وما قدرنا بين الشيعة والسنة. واني حكيت ب 2008 بس كان بوقتها اني رعد عبد المجيد قلت اني غنيته باسم الدين باقول الحرامية هذول تابعين ايران من شيعة ايران يعني قتلوا هذا الحميد الرسول الشهيد الله يرحمه حتى يسوون طائفيه بمناطق السنيه هذي عرفت ولا نعم. والله العظيم احنا ما عندنا طائفيه بالقران العراقيين احنا من الشمال كلهم متوحدين عراق واحد والله يحفظ المتضاربين والله يحفظ المتضاربين والله يحفظ العراق الله يحفظك. شكرا 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 لك ابو زكريا من كربلاء. محمد حياك الله. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه ارجع احكي على حال المواطن العراقي، المواطن العراقي حاله حال الظين. نعم. من يوم الله خلقه يعني لليوم. بالنسبة أحكي لك على التظاهرات يمنا البارحة يعني أني بالنسبة أنا أهلي كربلة أسكن يمدي أصحابي بواسط محافظة واسط. حياك الله وأهل كربلة واسط. الله يحفظكم. البارحة شاركنا بتظاهرات في محافظة واسط الله يشهد الساعة 12 بالليل دخلونا جماعة ملتزمين لا نعرف من أي جهة تابعين لا أي اعطونا مهلة احنا على أساس عندنا تصعيد يوم الثلاثاء يعني هو اليوم تصعيد مالتنا. صوت واضح إن شاء الله. أي واضح جدا. التصعيد اليوم إن شاء الله. طبونا قالوا اي تصعيد يكون مصيركم الموت، لا دخلت في قياده عمليات، لا دخلت في القائد مال الشرطه مال المحافظه محمود الشمري، اي شخص ما تدخل. يعني يا اخي احنا ما طالعين لا طالعين كامشين سيف، لا طالعين كامشين احجار، لا طالعين كامشين توتيه، طالعين دنقون مظاهرات سلميه. لم طالب حقوقنا المسلوبة ما دم طالب بغير شيء. احنا من ما الله خلقنا لليوم لا تحت لا ماي لا كهرباء ابسط الاشياء لا هو شنو الماي والكهرباء ابسط الاشياء. منو روح لاي دولة اي دولة هاي مو نقول هاي السودان مو دولة فقيرة او غير دول فقرة مو نروح هاي موفرة عندهم الا احنا العراقيين. الله غاضب علينا بهذا ولا النواب الفازة والأحزاب الشيعية نفسنا يعني وحكومة اغتيالات حكومة ظلم حكومة قهر حكومة إيرانية. محمد بس إيران. حتى نستفسر أكثر على اللي صار البارحة بكربلاء. أنت قلت جتنا جهة ما نعرف فيها من أي مكان قالت أي تصعيد من قبلكم مصيركم الموت صح؟ أي زين هاي الجهة يعني سياراتها لبسها اسلحتها ما قدرتوا تبينون ان ذولا منو؟ اخي العزيز ما نعرفهم احنا ما نعرف لاي جهه تابعين لا نعرفهم تابعين للقياده نفسها مال الشرطه لا نعرف الكتائب لا نعرف الحزب اي جهه ما نعرف. زين لابسين مدني لو زي عسكري؟ لابسين زي مدني بس انا اقول لك لابسين شفقات وكمامات لا اكثر ولا اقل. يا بطونا شنو السبب اللي تمنعونا عن التصعيد؟ غير اكو سبب غير انتم نعرف انتم لا مو انا اريد انا جايك باسئلتي حتى نوضح للناس، اريد اسالك سؤال اخي محمد. كمواطنين عايشين في كربلاء يقدر واحد يشيل سلاحه ويتمشى بالشارع؟ لا ما يقدر. شنو اللي تسويه الحكومه او الشرطه او ال المحافظة؟ شوف خلي حاجتك احنا هنا بالعراق القانون بس على المواطن الفقير
اذا اليوم انا منتمي الحزب ما حد يقدر يحاسبني ويقول لي وين رايح، ما حد يحاسبني ويقول احنا ما دام منضمين مثل تيار حزب باحزاب بدون مسميات، احنا انا دا احكي مثل ما يقولوا الخوف كارثي، لان احنا حكومه اغتيالات، حكومه قتل، حكومه سفك الدماء. وصلت وصلت يعني وصلت. بس اتمنى يعني اتمنى من حضرتك او من هاي ترى حكي ترى كله جديد. اي حكي انقطع الاتصال ويا الاخ محمد. مشاهدينا الكرام، هي هاي المشكله اللي دا يعيشها العراق حاليا. يعني واحد لابس زي مدني ومفتر بسلاحه وطالع يفتر ويحكي، ما حد يحكي وياه. بس مواطن عايش ببيته واكو ميليشيا كتله واحد مثلا بفلان مكان تنقلب القيامه بالمنطقه، ليش انقتل فلان؟ زين هو شعلي المواطن؟ مو انتم شايلين سلاحكم ومسوين سيطرات ودا تحمون الناس، ما تسالون نفسكم فلان ليش انقتل؟ وراها تعالوا حاسبوا المواطن. ام ريما من الموصل حياك الله. ام ريما من الموصل انقطع الاتصال وياها، اتمنى ترجع لنا. محمد من السعوديه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يعطيك العافيه اخوي اسل قدرك المحترم. الله اخوي. يا اخوان هذولي مثل ما قلت قبل ينفذون مشروع. يعني الماسونيه واسرائيل وامريكا اعداء المسلمين لقوا ضالتهم في هذولي. نعم. لان منهجهم يعني عقيدتهم انهم يزرعون الفوضى على اساس يطلع اعاننا الله على هالعقول على اساس يطلع المهدي ويقتل 70,000 من العرب بين بس كربلاء والنجف، احسب كم كيلو. والله ما والله في كتبهم اخوي اهل يقتل 70,000 من العرب. والله يا اخي محمد حتى كربلاء والنجف دا تعاني الامرين من هالحكومه، واحد يحكي ضميره. اقول لك 70,000 الله يظالي عليك يا اخوي. الله يا اخوي هالمخرفين اخوي اسيل لا تنسى ورق عارمه صراحه. نعم. من شمال العراق الجنوب ومن شرقه الغرب يا اخوي. نعم. ما ينفع فيهم ولا كذا هذول يا اخوي ينفذون مش يا اخي ما اقول لك اللي نفذوا ما يتعارض مع مشاريع الماسونيه نفسه. نعم. نفسه لا حول ولا قوه. الله ينصركم يا اخوي اسيل. شكرا. وان شاء الله ما تضيق الا تنفرج. شكرا. المسلمين يعني يجيهم فتن ويجيهم ان شاء الله. شكرا شكرا لك اخ محمد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. خلي نشوف هاي الناس المستهتر، انا جاي اصورهم. البوابه مال الحسينيه هذولي قاموا برمي الرصاص وتجاوز على المواطنين هذولي وياخذون خاوات من التريلات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عندي اتصال من الموصل. عامر حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ العزيز، اولا اعزيكم واعزي نفسي واعزي الشعب العراقي بوفاة البطل سلطان هاشم. نعم. اخي هاي الحكومة والله هم اعداء العراق كلهم مجرمين، والله كلهم مجرمين. اتصور. نعم. بزمن صدام حسين
قدام حسين شان المجرم يبقى بالسجن، قطاع الطرق يبقى بالسجن. اجت الحكومه ال كانوا بالسجون اعتبرهم هذول ناس مناضلين، شنو كان شافهم قدام حسين؟ نعم. وسوى ما سوى بهذا البلد. كلهم مجرمين قطاع الطرق، وكان منهزم بالخارج منهزم بالخارج. كلهم اعداء العراق وجمعوا حكمهم العراق. نعم. والنتائج مالتهم. يعني شو ترجى منهم؟ يسوي شيء زين للبلد ما يسوي شيء زين للبلد. نعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لك اخ عامر. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بيقول انه اللي دا يصير بقضاء الطارميه ومنطقه العبايتشي هو عمليه انتقام طائفي. والنائب عن محافظه صلاح الدين مثنى سامراء يقول اكو سيناريوهات تنعاد من جديد، هي سيناريوهات الازمات والتأزيم والتهجير وتجريم مكون باكمله دا تحصل مره اخرى، وانه هاي السيناريوهات ما راح تحل اي مشكله. والسامرائي رجع قال انه هاي محاوله من قبل السياسيين للتهرب من تطبيق القانون، ومحاوله لنشر الفوضى بالبلاد وحصر السلاح بيد الدوله وعدم الحفاظ على امن البلاد، وكل هذا نتيجه التغاضي عن سطوه الميليشيات. فعليا اليوم الحكومه هي اسيره الميليشيات اللي دا تتحكم بيها. هاي الميليشيات اللي من المفترض انه هي تتبع الاحزاب، وهي تقول انا تابعه للقائد العام للقوات المسلحه، لكن كل هذا الحكي ما دا يصير على ارض الواقع. على ارض الواقع الميليشيات هي اللي دا تتحكم بكل شيء بالعراق. ام لينا من الموصل، حياك الله يا ام لينا. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اشكر قناتكم هذه اللي اطلع القرار ان الشعب العراقي اللي تشكي همه. لا شكر على واجب. قناتكم المفضلة. لا شكر على واجب اختي. استاذ علي اخويا معتقل. نعم. السجن الناصرية. نعم. انحكم 20 سنة، صاروا 6 سنين. حكمه مبدا ارتفاع ارهاب. نعم. صعد للقاضي بدون مدعي عام، بدون كاتب تحقيقي. واتهمته يعني شغلة الشركة الرهانية حلفوا عليه وراحوا من أربيل. هو قبل التحرير مال الجانب الأيسر مال الموصل. نعم. انسجن. يعني الشر يعني احنا هسه الشر يعني لا مواجهة، لا شيء، ما نعرف أن بنا شيء، لا اتصال منه بالناصرية. يعني هم الحكم ظلم. أنا أداعي كل شريف. كل شريف ويسمع صوتي يداعي بالمساجين الظلم. اداعي كل شريف عراقي ويسمع الصوت يداعي بالمساجين الظلم وراح الظلم كلها بالسجون. امالي 97 وثاني فقره ابنه 7 سنين راح يصير بالمدرسه، نروح على النفوس. النفوس ما يصرف له جنسيه. ليش ابوه معتقل الا يتبرى منه؟ يعني هذا يا ظلم. بس لحظة أم لينا، أنت قلتي لي عنده ابن ما يطو جنسية لازم يتبرى من أبوه؟ إيه. زين شلون يتبرى؟ بالقماط يقول لهم أنا أتبرى من أبويا؟ إيه يقول إحنا ما نصرف له جنسية إلا يتبرى من أبويا، فأبوه روح تقل السجن الناصرية وشهود وإثبات نسب، وهذا عمامه وهذا خواله يقول لا هو مسجون إرهاب إلا يتبرى من أبوه. نعم وصلت. يعني شلون استاذ؟ وصلت استاذ. والله احنا خاصة للعراقيين وخاصة للشعب الموصلي، يعني انا اشد منه، انا اشد الامم، انا اشد كل شريف عراقي يسمع الصوت. الله اكبر الله اكبر، بتخلي يزورون العالم المساجين. المساجين راح الظلم، راح الظلم، بخلي يدعون بهم. الله اكبر الله اكبر، بخلي يدعون قلوبنا. نعم الله يعين قلبك يا ربي. شكرا شكرا لك ام لينا، اعتذر انه قطعت الاتصال وياك، بس عندي اتصال وعندي واتسابات اريد اقراها. ام عامر من الموصل، حياك الله. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا من التحرير من 2017 6/6 الاتحادية والرد السريع هم احتقلوا وابني كل شيء ما أعرف عنه صار 3 أشهر أقل عفو 6 سنوات. نعم. وعمين رجعوا زوجي وابني النوب هاي صار لهم 9 أشهر ما 10 أشهر هم كل شيء ما أعرف عنهم. من وين اعتقلوا زوجك وابنك الثاني؟ والله هم من البيت جو عليهم. بالموصل انتوا بعدكم؟ اي والله وهاي ابني يعني مواليد 94 من التحرير. زين اختي العزيزه ما عرفتي الجهه اللي جتي اخذت زوجك وابنك او ابنك الاولاني؟ استخبارات. زين ما رحتوا سالتوهم وقلت لهم ابونا وين؟ والله الصليب الاحمر دقوا علي قالوا لي بفيصليه. نعم. وهذا الاخر كل شيء ما اعرف عنه يعني هاي من التحرير 2017 ما اعرف ميت طيب كل شيء ما نعرف عنه يعني شنو هذا الظلم والله العظيم يا اخي ملينا والله ملينا منازل الحكومه منازل العشائر منازل كل شريف يسوون لنا صوره حي كافي نريد ولدنا نريد يعني نعم. انقطع الاتصال يا ام عامر بس يعني رسالتها واضحه الى الجميع انه هي عندها ابن من 2017 ما تعرف عنه أي شيء من تاريخ تحرير موصل من تنظيم داعش الإرهابي وأيضا من 10 أشهر زوجها أو ابنها تريد تعرف أخبارهم بس ما تعرفهم. أتحول إلى رسالة واتساب أو رسالة وصلتنا اليوم. السلام عليكم، نطالب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية بإصدار قانون العفو العام. يا من حملتم المسؤولية أمام الله تعالى لأن مشكلة السجون كارثة حقيقية ولا يجب الاستهانة بها لأن وباء كورونا انتشر داخل السجون والحكومة دا تتكتم عن الموضوع وأبنائنا تواجه الموت بالسجون والشعب العراقي لن يسكت وهو يشاهد موت أبنائه داخل السجون لأن كلهم أبرياء انتزعت منهم اعترافات مزيفة جراء التعذيب. نناشد قناتكم بفضح ما يجري داخل السجون من ظلم وتعذيب ومعاناة. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين. اللهم من أراد بنا سوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا الله. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ أفل، الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في الخضراء يتحملون ما جرى للعراق بعد عام 2003 بإشراف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز والجامعة العربية عندما أصبحت قضية العراق قضية دولية بعدما ظهر كذب الكاذبين. العراق خالي من الادعاءات الأمريكية وعملائها في العراق بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل واليوم ثبت للعالم أنه خالي من هذه الأكاذيب. تتحمل المسؤولية عن العراق هذه الهيئات والمنظمات المذكورة أعلاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أسد والله يحفظ شباب العراق. أنا من 2008 تكلمت مع رعد عبد المجيد قلت باسم الدين باقون الحرامية. الله يحفظ شباب العراق هم مستقبلنا هم مستقبلنا. توقيع أبو زكريا، حياك الله عمنا أبو زكريا. مساء الخير قناة الرافدين عظيمة. أستاذ ليش كاظمي ما يعرف السجون بيد الميليشيات وميليشيات هم خربوا العراق؟ حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد في الحكومة. شكرا فاتن من ألمانيا. رسالة أخرى، أم كيان من الموصل، أنا أبي مسجون أريد عفو عام والله ملينا الناشد الحكومة بالعفو العام. السلام عليكم، وابني مفقود من 2017 أريد عفو عام، زوجي وابني مسجونين وناشد الحكومة والله العظيم مظلومين. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي أفل والله العظيم إذا ما يرجعون النازحين ويطلعون المعتقلين ويرجعون أبناء الوطن اللي بالخارج حتى يحمون الوطن ويصفى العراق من كل شر من كل شرير باع الوطن ما راح يصير بالعراق خير. استاذ موقف المرجعية وين؟ أهل السنة هم أهلنا والله، حوبة الأيتام والأرامل هي برقية المرجعية وتجار برقبة المرجعية وتجار الدين المزيفين. هاي المسرحيات مال الطائفية وغيرها كلها المخرج إيران والممثلين هم الخونة والعصابات والميليشيات وعملاء إيران في السلطة. نواب يقولون أنه من أدخل داعش هي حكومة المالكي، أين نتائج التحقيق؟ ليش الأبرياء السنة يقتلون ويهجرون ويسجنون والقتلة والعصابات التي تسرق وتقتل وتدير الملاهي وتتاجر بالمخدرات يسرحون ويمرحون؟ أنت سامع بلد المسؤول بيسارق وقاتل وعميل، أي مهازل بهذا البلد؟ كرم من الموصل،
السلام عليكم. خالي صار 4 سنوات مفقود، ما نعرف وين مصيره، كافي ظلم، نطالب بالعفو العام، ماكو كل عفو. اريد اعرف مصطفى الكاظمي شنو سوى للشعب، حاله حال عبد المهدي، الله ياخذ الحكومه، ان شاء الله زلزال يضرب العراق وما يخلي بشر على وجه الارض من هاي الحكومه، احسن حل، الله يشيلكم يا فاسدين. ام حسين، ابني راح ظلم تحت السجون العراقيه، ادعي يقلبون اوراق المساجين ويعرفون الابرياء منهم، اريد اتصالات منهم وما نعرف شيء على ولدنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذ تحياتي لكم جميعا. استاذ اتمنى تحكون عن موضوع استشهاد امر لواء 59 بالطارميه، اتمنى يتم توضيح بهذا الخصوص، اخوكم احمد الحياني من بغداد. حياكم الله مشاهدينا الكرام وكل من كتب رساله ببرنامج الواتساب، وتحيه الى كل من حاول يتصل بالبرنامج وكل من اتصل بالبرنامج وخصوصا في الداخل العراقي والخارج، تحيه طيبه لكم جميعا. مشاهدينا الكرام، قبل ما نروح نحب نذكر الساده المشاهدين انه قناه الرافدين عندها تردد جديد، فلهذا نتمنى من عندكم انه تاخذون ريموت التلفزيون وتدخلون هاي الاعدادات الجديده في ريسيفرات او اجهزه الاستقبال الموجوده عندكم بالبيت. ترددنا الجديد 10727 لاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5/6، كل هذا على مدار قمر النايل سات. فنتمنى تدخلون هاي الاعدادات الجديده حتى نظل مستمرين وياكم. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير ان شاء الله نفس الموعد باكر بحلقه جديده من برنامج صوتكم. في امان الله.